الطريقة الصحيحة والرسمية الوحيدة لفتح حساب بايونير بالعراق وبقية البلدان. نقدمها لكم حسب طلباتكم بفيديو وشرح اليوم. هذه هي الطريقة الرسمية الوحيدة، فانسى بقية الطرق وركزوا وياي بفيديو اليوم. أنا أحمد العلي، أرحب بكم بفيديو وشرح جديد. السلام عليكم ورحمة الله، وكل الهلا بكم أحبابي المتابعين الكرام من كل مكان. لجميع الأشخاص اللي يحتاجون فتح حساب بايونير، اليوم راح أقدم لكم الطريقة الرسمية الوحيدة واللي ماكو غيرها. ممكن تشوفون بالإنترنت بعض الطرق الملتوية بفتح حساب بايونير واللي أبداً ما أنصحكم بيها، حتى لو كانت سريعة وبدون جهد كبير وبدون حساب مصرفي، لأن ما راح يكون مضمون. حالياً أي شخص يقدر يفتح حساب مصرفي بعشرة أو 15 دولار، وبعد ذلك حيتمكن من فتح حساب البايونير الحقيقي والدائم المضمون بدون أي مشاكل. فالطريقة الصحيحة هي فتح حساب بنكي باسمك وبعد ذلك فتح حساب بايونير. إذا فتحت حساب مصرفي وسويتوا الخطوات اللي راح أسويها بعد قليل، أضمن لكم إنه حسابكم البايونير حيكون دائمي وحقيقي وتقدرون تستخدموه بكل مكان وزمان. تحتاجون تدخلون على موقع إنشاء الحساب اللي راح أتركه بالوصف، ومن البداية حضروا يمكم المستمسكات الرسمية من بطاقة وطنية والجواز وورقة معلومات حسابكم البنكي اللي حيزودكم بها المصرف اللي بيه اسم المصرف ومعلومات الحساب ورقم الآيبان. باختصار لازم تدخلون المعلومات الصحيحة والحقيقية لكم، لأن هذا حساب يتداول الأموال فلازم تكون معلوماتكم صحيحة 100%. هذا الموقع الرسمي لبايونير باللغة الإنجليزية، وتقدرون أيضا تغيرون اللغة إلى العربية إذا حبيتوا بكل بساطة من القائمة، وتختارون اللغة وتحولوها للعربية. حتشوفون تفاصيل كثيرة عن بايونير، وحيشرح لكم طرق لربح أموال إضافية مثل 25 دولار إذا تسوون دعوة رسمية لتسجيل أحد الأصدقاء ببايونير. خلونا الآن نضغط على التسجيل، ومن الخيارات الموجودة نختار فرد للأشخاص. أما إذا كانت عندك شركة صغيرة أو بائع عبر الإنترنت فتختار الخيار اللي يناسبك. عموما بمعظم وأكثر الأحيان نفتح حساب شخصي فنختار فرد. بعد ذلك نختار الخيار الأول الحصول على أموال من قبل عملاء دوليين أو من الأسواق، ونختار بعدها تسجيل الاشتراك. ونبلش ندخل المعلومات بالخطوة الأولى، ندخل الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني وتأكيده وتاريخ الميلاد. حاول تدخل اسمك تماما مثل ما مكتوب بالجواز، ومعلوماتك خليها تكون صحيحة 100%. بعد ذلك ندخل الرمز المكتوب ونختار واصل. الخطوة الثانية أو الستيب 2، تختار البلد وتكتب معلومات الشارع والرقم ومعلومات عن العنوان والمدينة والرمز البريدي، ولازم تعرف الرمز البريدي الخاص بمنطقتك. تقدر تعرف هذا الشيء من دائرة البريد الخاصة بمنطقتك. وأخيرا تدخل رقم هاتفك الشخصي الصحيح، لأن حيرسلون إليك كود معين لازم تدخله هنا، فتأكد من رقم هاتفك. تنتظر يوصلك الرمز وتدخله وتضغط على واصل. بعد كل هذا حياخذك للخطوة الثالثة واللي بعدها، تدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك البايونير واكتبها يمك حتى لا تنساها. حسابك البايونير حيكون مرتبط بالإيميل اللي سجلت به وكذلك برقم هاتفك الشخصي. أيضا حيطلب منك تحديد سؤال للتوثيق الأمني، فتختار سؤال وتكتب إجابته. الأسئلة كثيرة مثل الاسم الأول لجدتك أو الاسم الأول لأكبر أبناء عمومتك وغيرها من الأسئلة، فاختار اللي يعجبك. أهم شيء تحفظ الإجابة اللي تكتبها هنا. بعد ذلك تدخل تفاصيل بطاقة الهوية، بلد الإصدار ونوع البطاقة ورقمها، وأخيرا تدخل الرمز الظاهر بالأسفل وتضغط على واصل. ونوصل إلى الخطوة الرابعة والأخيرة ستيب 4، اللي تحتاج بيها تدخل معلومات حسابك المصرفي، فتختار حساب شخصي وتختار البلد ونوع العملة، طبعا تختار الدولار. لا تنسى من تفتح حساب مصرفي تفتحه بالدولار. تكتب اسم صاحب الحساب البنكي مثل ما مكتوب بورقة المعلومات من المصرف، وكذلك تكتب رمز السويفت ورقم الآيبان. كل هذه المعلومات مثل ما ذكرت تأخذها من المصرف، وتختار الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تضغط على أرسل. الآن حيخبرك أنه تم استلام طلبك للحصول على حساب بايونير، واللي حيصير الآن هو المراجعة، واللي بالعادة تأخذ من 3 أيام إلى أسبوع بالكثير. فاطمئن، إذا كانت معلوماتك كلها صحيحة حيوصلك إيميل بعد أيام قليلة يأكد حسابك. طبعا تقدر أيضا تنزل تطبيق بايونير من متجر التطبيقات لسهولة أكبر بالتعاملات المختلفة بدل الموقع. فهذه باختصار يا أصدقائي الطريقة الرسمية الوحيدة لفتح حساب بايونير بشكل صحيح، سواء بالعراق أو بأي بلد عربي أو غربي، كلها نفس الطريقة. اتبع هذه الخطوات وأضمن لك الحصول على حساب بايونير حقيقي بدون مشاكل.
هذه هي أحدث طريقة والخطوات تمت بناء على التحديثات الأخيرة لموقع البايونير. طيب الآن خلونا ناخذ نظرة سريعة على تطبيق البايونير واللي هو متوفر بالمتجر سواء لهواتف الأندرويد أو هواتف الآي أو إس الآيفون من أبل. التطبيق صغير ولطيف وخفيف وأنصح به بكل تأكيد، يعني العمل عليه أفضل وأسرع من العمل المباشر على الموقع الإلكتروني للبايونير. بعد أن تسجلون حسابكم بالموقع نزلون نصبول التطبيق على هواتفكم وسجلوا بنفس معلوماتكم الأساسية اللي سجلتوا بيها بالموقع. هذه حتكون الواجهة الرئيسية للتطبيق واللي بيها الرصيد بالدولار وبقية العملات واسم المستخدم بالأعلى. الصفحة الثانية تخص النشاطات المالية، يعني يكون بيها المعاملات المالية وطلبات الدفع. الصفحة الثالثة تتعلق بإدارة العملات وخيارات الدفع إلى حساب المستلم أو الدفع إلى حساب المستلم المصرفي وطلب دفعة مالية وكذلك السحب إلى البنك. الصفحة الرابعة والأخيرة خاصة بالبطاقات واللي هي بطاقة البايونير اللي تمكن المستخدم من الوصول إلى أمواله من أي مكان حول العالم، ومن مميزاتها أيضا إمكانية سحب الأموال كاش من جميع أجهزة الصراف الآلي، وكذلك تمكن المستخدم من التسوق عبر الإنترنت ومن المتاجر. باختيارك ابدأ الآن حياخذك إلى نافذة جديدة تطلب من خلالها بطاقة البايونير واللي تحتاج أن تدخل معلوماتك ومعلومات حسابك حتى تحصل على البطاقة. ومن بقية الأمور اللي يوفرها التطبيق أيضا تلاحظون بالأعلى علامة الجرس واللي هي الإشعارات. جميع الإشعارات والتنبيهات اللي توصلك حتشوفها هنا. أما علامة اليوزر أو المستخدم فهذه أهم شيء، من خلالها نشوف معلومات المستخدم الشخصية وإعدادات الملف الشخصي، وتظهر أيضا قائمة بدايتها مع الإعدادات تقدر منها تضبط تسجيل الدخول السريع وإعدادات الأمان وتغير اللغة وغيرها من إعدادات الضبط كلها من هذا المكان. بقية الأمور مثل المهام المعلقة والتوصية لصديق ومركز الدعم ومعلومات عن البايونير أو تسجيل الخروج، كل هذه الأمور أيضا تقدر تفوت عليها من هذه القوائم. التحكم جدا سريع وسهل من خلال التطبيق، لذلك نعم أنصح به، خلي يكون شغلك مباشرة عليه أفضل من الموقع. فخلص هذا كان كل شيء بفيديو وشرح اليوم، أتمنى يكون الشرح واضح للجميع. إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات تركوها بالتعليقات وإن شاء الله نحاول نرد عليها. نلتقي وياكم إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، في أمان الله.